عبد الكريم، اهلا وسهلا فيك معنا. حابين نعرف اليوم عن وجودك بالموركس دور. خلي لي اياك اول شيء، انبسطت كثير اني انا اليوم معكم سهرة الخليج. انا اليوم عم كون يعني مع شركه عالميه، هي اول مره جايه على العالم العربي، متخصصه بالانتاجات الفنيه، وعم يطلقوا برنامج اسمه ذا مايك. عم كون الامباسادور لالون بالشرق الاوسط، اليوم حيعلنوا. خلينا نحكي شوي عن برنامج ذا مايك. هو برنامج مسابقات فنية موسيقية، حيكون بست دول بالعالم العربي، تصفيات، بعدين حينتقل لحلقة عالمية اللي هو بختار فيها على مستوى العالم بياخد المايك الجائزة. عبد الكريم، انت خريج برنامج المواهب، قديش انت بتؤمن بهي البرامج لحتى بدك فايت بمشروع جديد للمواهب؟ هلا هو لاني مؤمن انه لازم اصحاب المواهب اللي تاخذ حقها، يمكن مشان هيك قلت اني انا اتشرف اني اكون امباسادور لالون، بحكم حبيت الفكره اللي هي الناس هن اللي عم يختاروا، والناس هن اللي حيصوتوا، والناس هن اللي عم بيربحوا بالاساس. ما في يمكن يعني الناس حتتفاجئ بسيستم البرنامج بس ينزل، يعني غير انه لجان تحكيم او غير، حيكون الحكم هن الناس. انت على صعيد الشخصي قديش تعتقد انك استفدت انك طلعت من برنامج مواهب؟ هلا اكيد استفدت وكثير، قدمتني للعالميه، قدمتني للعالم العربي انه عرف بصوت عبد الكريم. هلا من بعد ما انت تطلعي من ارب ايدل، دائما نحن عم نعاني من 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 قصه الانتاج، دائما المشتركين، مشان هيك عم نضيع بين الانتاجات، او يمكن لحتى نختار الهويه تبعيتنا الصح عم تاخذ منا وقت. مشان هيك يمكن برجع بقول لك، بكرر انه انا قبلت اني فوت مع هدول الشركه العالميه، ربحانين اوسكار، ربحانين ايمي، ربحانين جوائز كثير عالميه، على الاقل لانه بعرف الوجع تبع المشترك او صاحب الموهبه لما بيكون عم بيحارب لحتى انه ياخذ حقه بهذا الوسط. عبد الكريم، بعيدا عن المواهب، شفنا العديد من نجوم سوريا كان لهم مشاركات غنائيه، ممثلين شاركوا مثل قصي، سامر المصري، شو رايك بهي الظاهره؟ حتى نسرين طافي. هلا اكيد يعني هن نجوم كبار وبدي اوجه لهم تحيه كلياتهم. انا اكيد ححب، يعني مع اختلاف، انا دائما بقول انه اي حدا يمتلك صوت هو قادر يغني، بس يختار الاغنيه اللي تليق لصوته. يعني ما عندي مشكله مع اي حدا، بالعكس، يعني وانه المهم تكون الاغنيه حلوه، راقيه، كلماتها حلوه. والسوق عم يتحمل كثير، يعني السوق عم بيكون عم يتقبل الحلو والحامض واللفان، خلينا نقول هيك بالسوري. شو الجديد اللي عم تحضره؟ الجديد هلا مؤخرا قبل 10 ايام كان عندي اطلاق اغنيتي فيديو كليب، هي صعبية علي، كلمات علي المولى، الحان محمود عيد، توزيع اليا نستا، واخراج تامو زين، بدي اوجه لهم تحيه. الحمد لله الاغنيه الناس حابينها. في عندنا مشروع جديد لبعد العيد اذا الله راد، حيكون هيك قريب للشارع العربي. يعني خلينا انا دائما بقول نوع نمط الغناء هو الشعبي الكلاس، يا رب الناس تحب ان شاء الله. كثير حلوه الحمد لله. وقبل كان عندي محاوله قبل بشهرين، نزلت فيديو كليب هو عم غني تركي عربي، اليوم بالموركس دور حنغنيها. الناس كمان حبت هذا الميكس، عم فكر انه اعمل ميكس ثاني او ثالث ان شاء الله بالايام، مفاجات حسب يعني.